شق الجيش الإسرائيلي طريقاً فوق الأنقاض والدمار، وأنشأ ممر نتسيريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب القطاع. يبلغ طوله حوالي 6 كيلومترات، وسمي على اسم مستوطنة كانت قائمة قبل 2005 في مكانه، وأطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى. وأنشئت مستوطنة نتسيريم عام 1972 وأخليت يوم 15 آب 2005 بأمر من شارون نفسه. كانت مستوطنة نتسيريم قبل تحريرها هدفاً للمقاومة الفلسطينية في القطاع، رغم أنها كانت محصنة جداً فأنها استهدفت عدة مرات بعمليات كبيرة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000. خسر الجيش الإسرائيلي على أثرها العديد من الجنود، كما سيطر عليه مجدداً خلال معركة طوفان الأقصى. أما أهمية المحور بالنسبة للإسرائيليين فتكمن في تسهيل عودة الاستيطان الإسرائيلي لقطاع غزة، التحكم بحركة المدنيين شمالاً وجنوباً، ومنع عودة النازحين لشمال القطاع، تسهيل تقدم الآليات الإسرائيلية شمال القطاع أو جنوبه في غضون دقائق، كما حدث في الاجتياح الثاني لمستشفى الشفاء ومخيم النصيرات. وأضحى الممر محوراً لورقة التفاوضات وورقة ضغط عسكرية سياسية يستخدمها الجانبان في المفاوضات المتعثرة. والأبرز أن حماس تتمسك بنقطة انسحاب إسرائيل من هذا الممر، أما الجيش الإسرائيلي فيرى فرصة للسيطرة على الحرب ومنع حماس من الرجوع إليه، إذ إن بقاء القوات الإسرائيلية عند محور نتسيريم قد يجعلها هدفاً سهلاً للمقاومة في أحيان كثيرة.